صديقة الأمراء من كابينة التعليق، معكم فارس عوض أعزائي المشاهدين. مباراة كبيرة ومصير الفريق على المحك، ويجب أن يقدم كل شيء لتفادي الهبوط في اليوم الأخير من هذا الموسم، حيث سيكون فريق باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند. المباراة الأخيرة في الموسم، الانتصار ضرورة قصوى للبقاء بعد موسم صعب، بعد وضعية صعبة لا مفر من تحقيق الفوز حتى إذا ما أراد الفريق الاستمرار في منافسات هذه الدرجة. مهمة ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة. الله، كرة تكسر العارضة، يا سلام على هذه الإثارة، فرصة خطيرة لكن العارضة تتدخل وتبعد هذه الكرة، ولكن سيحاولون بمحاولات قادمة. فرصة خطيرة مع نيمار، ويفقد الكرة في مكان خطير أمام المرمى، تصدي والكرة ما زالت في الملعب. أوهو، هدف البقاء، هدف تجنب الهبوط، هدف الهروب من الشبح المخيف، هدف يشعل المدرجات، لابد أن يحافظوا عليه حتى النهاية. نشوف الهدف مرة أخرى، شاهدوا كيف يتحرك الفريق، كيف يضغط ككتلة واحدة، ضغط كبير يولد الأخطاء ويستعيد الكرة وينجح في استغلالها بعد ذلك ويأتي بالهدف. والتدخل بقوة هنا، كرة عرضية ناحية مبابي، والكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. يتقدم بالكرة باتجاه المرمى، تمريرة غير دقيقة تذهب للمنافس. موقف صعب مع هذه الضغوطات. مبابي، تسديدة مميزة، برافو حارس المرمى، يتصدى لهذه الكرة. نيمار بيرسل الكرة في 18، كانت فرصة ذهبية أمام المرمى لكن الرأسية. ما الذي فعل حارس المرمى؟ خطأ قد يندب عليه. تصحيح للموقف هنا وإخلاء للمسؤولية بعد منح فرصة واحد على واحد. الآن تسلل واضح، تحرك قبل لعب الكرة، وبالتالي انتهت الخطورة. كرة بيخلصها المنافس، يعاني في التحرك بسبب الإصابة اللي تعرض لها في اللقطة الماضية. رويس يحاول المساندة، كرة بتتشتت من كيم بيمبي، تدخل ممتاز والكرة تعود الآن من رمية تماس. مجهود في منتهى الروعة، لكن مثل هذه التسديدات لا تشكل أي خطورة على حارس المرمى. ماركو فيراتي، ليونيل ميسي، حلوة من الدفاع، خلصها وافتك الكرة. تدخل غير سليم، يستحق بطاقة في رأيه. كرت أصفر على لاعب باريس سان جيرمان بعد هذا الخطأ. خارج الملعب إلى رمية تماس، ضاعت الكرة هنا بتمريرة سيئة. انطلاقة للأمام من باريس سان جيرمان، فقدوا الكرة، كانت فرصة خطيرة جدا. خطأ يحتسب لمصلحة باريس سان جيرمان. جميل الكرة من الضربة الحرة، صحيح من مسافة بعيدة لكن حاول استغلالها، مرت قريبة من المرمى. كرة
الكرة بتتخلص بشكل سليم بعد هذا النزول بكرة بيدية يكسر الخط الخلفي. امبابي الله على هذا التصدي، برافو حارس المرمى. تلعب في البوكس من نيمار، ما زالت خطيرة بعد فشل في الإبعاد. أكيد كانت النية وضع الكرة في الشباك، لكن في الواقع الكرة بعيدة عن الشباك. محاولة تنفيذ مثل هذه التسديدات يحتاج إلى مهارة ودقة. مع اقترابنا من نهاية شوط المباراة الأول، أعتقد بأن البي اس جي سيسعى الحفاظ على تقدمه حتى الاستراحة. بلا شك المباراة لم تحسم هنا وكل شيء ما زال في أرضية الملعب، لكن ضروري بأن نثني على قوة دفاع الفريق ولتدفع الفريق للتقدم في النتيجة حاليا في ظل مباراة صعبة في أندية كبيرة من الطرفين في أرضية الملعب. كرة خطيرة على المرمى والحكم هنا مشاهدينا تدخل ويمنح بروسيا دورتموند ركلة حرة. يفتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز. حلوة الكرة البينية من نيمار في مكان سليم. كيليان امبابي، يا الله هدف الاطمئنان، البقاء مسألة وقت، ليس إلا حسمت الأمور، حسم البقاء في هذه الدرجة لموسم آخر. الآن عليهم المحافظة على النتيجة. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة، مهارة جميلة جدا هنا في عمل تشيب جميل، لكن الكرة كانت عالية أكثر من اللازم، ترتطم بالعارضة وبالتالي الكرة بتروح إلى خارج الملعب. والآن يستعيد الكرة، ضربة حرة للبي اس جي. يتجاوز الدفاع وينطلق ويتقدم بدون رقابة، تصدي ممتاز من دون روما. وصلت لحكيمي، ليونيل ميسي، ميسي يضرب بسهولة، يتصدى لطريق الكرة. بهذه الصورة سطرت نهاية الشوط الأول، تنهي الأحداث. عودة مع مجريات الشوط الثاني، ونذكركم بتقدم باريس سان جيرمان المريح في الشوط الأول. الحكم يتدخل في هذه اللحظات ويحتسب ضربة حرة لمصلحة البي اس جي. تمريرة حاسمة، البحث عن تقليص الفارق، كرة في مكان، كرة سهلة تصل دون روما. هذا دفاع مثالي، دق مخالفة ستنفذ الآن من مكان قريب جدا وخطير بالتأكيد. الكرة تصطدم في الحائط، أمريكان تدخل رائع هنا لقطع الكرة في منطقة خطيرة. الآن توجد فرصة لتهديد المرمى من خلال الهجوم المرتد، فرصة خطيرة مع ليونيل، حارس المرمى يبعد بقبضة يده. تحرك ممتاز من ميسي لفتح المساحات، فرصة خطيرة مع ليونيل، تصدي بكل مرونة، الله على حارس يظهر لياقته العالية في الارتماء على الكرة وإنقاذ مرماه. ينطلق يتقدم في هذه اللحظات، أوهو
ركلة جزاء، فرصة متاحة للتسجيل ولتقليص الفارق في هذه اللحظات. الحكم يشير إلى علامة الجزاء، كرت أصفر في هذه اللحظات. ركلة لتقليص الفارق الآن. يا رب، حارس المرمى يتصدى لركلة الجزاء. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء. نجاح هنا لاستراتيجية الضغط العالي. رافائيل غوريرو، كرة عند بيلينغهام. اعتراض ناجح في توقيت مثالي. الأرقام تبرز تفوق البي اس جي الواضح في الاستحواذ على الكرة، سيطرة واضحة على الوسط وعلى جميع الخطوط، تتكلم عن تحركات ممتازة من اللاعبين حتى هذه اللحظة، تجدهم في كل مكان. تصدي رائع من حارس المرمى ينقذ مرماه من هدف محقق من مسافة قريبة، أظهر مهارة غير عادية في الحراسة في هذه اللقطة. رأسية خطيرة هنا، مرت أعلى العارضة. بيلينغهام، حلو التدخل واعتراض الكرة. نيمار، قرار سليم من الحكم بمنح الأفضلية لدورتموند. ماركينيوس يبعد الكرة. يوليان براند، وصلت لي بيلينغهام. بيلينغهام، مستحيل هذا الهدف. الله، على إصرار في التسجيل. حارس المرمى أيضا قام بتصدي رائع في المرة الأولى. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. الآن تصل المساندة بالنسبة له. الله على تدخل يحبس الأنفاس هنا. أشرف حكيمي، ضاعت الكرة من جانب حكيمي. التمريرة كانت قريبة لكن في الأخير تكمل طريقها إلى خارج الملعب. يوليان براند، راحت عند مالين. مع اقتراب المباراة من نهايتها يبقى السؤال الأبرز، هل ينجح البي اس جي في الحفاظ على تقدمه حتى تدخل خاطئ؟ قد نشاهد بطاقة تخرج في هذه اللحظات. نجح في تدخله لاستعادة الكرة من جديد. إتاحة الفرصة من الحكم والكرة مع البي اس جي. أشرف حكيمي، انطلاقة للأمام من باريس سان جيرمان. ضاعت الفرصة على الفريق، كان بالإمكان تعزيز التقدم لو استغلت بشكل أفضل بدلا من وضع الكرة خارج المرمى بهذه الطريقة. دقائق صعبة تمر على الفريق يبحث عن نهاية الأمور في أقرب وقت ممكن. نتيجة حالية تضمن بقاء الفريق في الدرجة وهو بحاجة لأن تنتهي هذه المباراة بشكل سريع. مهم جدا أن يخرج الفريق من المباراة أولا ثم بعد ذلك يفهم ما حدث ويتجنب في الموسم القادم. فرصة والمساحة موجودة. الحارس يترك المرمى. التصويبة في الشباك بكل سهولة.
هدف بدون مجهود بدون تعب. لا يوجد أمامك حارس ليتصدى للكرة أو دفاع ليضايقك في التسجيل. كرة بتعود إلى منتصف الملعب، تعادل إيجابي بهدفين لكل فريق. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. في موقف واحد ضد واحد يكون هناك حلول كثيرة لوضع الكرة في المرمى، ربما التفكير أكثر من اللازم كان سبب ضياع الكرة في نهاية المطاف. مبابي، باريس سان جيرمان يحاول خطف اللقاء في الدقائق الأخيرة بهذه الهجمة. الجماهير تبحث عن تسديدة من مبابي. يا الله، أي هدف وأي أجواء. الهبوط أصبح من الماضي. هدف يضمن البقاء، يؤكد التواجد بنفس الدرجة بالتأكيد إذا حافظوا عليه حتى النهاية. الوقت بدل الضايع المحتسب دقيقتين فقط. تمريرة تمر قريبة وتخرج من الملعب إلى رمية التماس بدون تركيز. تمريرة خاطئة، الكرة بتضيع. صافرة نهاية المباراة مشاهدينا، ومن الممكن الآن التقاط الأنفاس، الأنفاس التي كانت محبوسة قبل انطلاق صافرة مباراة الجولة الأخيرة من هذا الموسم واللي كان فيها الفوز ضروري وحتمي لتفادي الهبوط. نجحوا في الاختبار. مباراة اليوم تألق فيها مبابي وكان مميزا بالتأكيد، وطبيعي بأن يكون كل التركيز عليه. تمكن من تسجيل هدفين، ساهم أيضا في فوز فريقه، والجماهير راح تكون راضية عن اللي قدمه، هو نفسه أيضا سيكون سعيد بمساهمته.